السلام عليكم ورحمة الله. ضرب الفريق هذا اهلا وسهلا انستم يا مرحبا حياكم الرحمن اهلا وسهلا بكم مساكم الله بالخير حياكم الله يا مرحبا اهلا ومرحبا مساكم الله بالخير اهلا ومرحبا حياكم الله يا مرحبا اخباركم طيب مرحبا بكم اتكلم معكم خير كاظم بارك الله فيكم جمعنا على الخير الله يجعل قدومكم بدون خير يبارك في الاعمار ويصرفها فيما يرضيه ان شاء الله تقعد لرياضه الارواح اتصال برياضه الابدان اتصال برياضه الارواح ان شاء الله ان في الشريعه الغره سعه في دين الله تربط حركات المؤمن بربه جل جلاله تربطها بالتزود لاخرته ولو كان في مظهر حركه رياضيه وغيرها اذا حصلت النيه الصالحه والوجهه الصادقه وكان من قضاء هذا الوقت بعيدا عن المعاصي والذنوب عن تاخير الصلاه عن وقتها عن اللعن والسب والشتم عن الاشياء التي ما يحبها الله تعالى كان في حفظ لوقت الانسان يصرف له في المباح والطاعه اذا نوى يتقوى بها اذا تروح نفسه وتنشط بها لاداء المهمه في الحياه كان مقصد النبي ارتفع في سمو للوجهة للإنسان بحكم إيمانه بالله تعالى واللقاء والدار الآخر شرح الله صدوركم وأخذ بأيديكم وجعلنا وإياكم من المتجهزين في رود حبيبي مرحبا وسهلا حياكم شيخنا الكريم نحن جميعا من محبيك من محبيك على الله وتشرفنا بالسلام عليك هذا ما حبينا نختصر وقتك حياك وحفظك الله ظهر الاسلام والمسلمين وادام عزك وعمرك حياكم جزاكم الله خير بدي تجي من قبل لكن لازلت في ترتيب والان اذا منتظرين بعض الاحباب ان شاء الله نلتقي وياكم على خير كرمك الله وشكرا جزيلا على كرمك العفو منكم هذا عهدنا عهدنا فيكم الله يرحمك هذا واحد يجينا انا ولا كرم السلام عليكم ورحمة الله